احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد المصري، برحب بحضرتك معانا طبعا نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الغرف التجاريه، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ شريف، وكل سنه وسيادتك طيب والشعب المصري بخير ان شاء الله بمناسبه شهر رمضان المعظم. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. انا عايز ابدا مع حضرتك اولا، احنا بقالنا ايام دلوقتي اكتر حاجه بتتكرر على مستوى التصريحات الرسميه وعلى مستوى حضراتكم هو حملات الضبط وتوافر السلع وكمان المعارض اللي بتتم. حضرتك شايف الأسعار النهاردة مستواها إزاي بالضبط؟ هل هي ما زالت ثابتة؟ هل أثر عليها المعارض ولا لأ؟ أنتوا شايفين الأثر في الشارع إيه؟ أستاذ شريف، يعني هي مش بس من يومين ثلاثة، إحنا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية ابتدت الحكومة يعني عملت لجنة عليا لمتابعة هذا النمط لأهميته، خصوصا إن جاية في وقت لازم ما ننساش ان عندنا كانت الاسعار والاضطراب اللي حصل في العالم نتيجه ازمه كورونا، ثم سلاسل الامداد وارتفاع اسعار نوالين الشحن، ثم جت بقى الحرب الاوكرانيه صحيح. الروسيه وما طرا عليها بقى من زيادات متعدده، خصوصا انت عارف ان روسيا واوكرانيا 35% من انتاج الاقماح في العالم جايين من البلدين دول. بس هو الزياده بدات في الحقيقه قبل ما يبقى في اي استيراد لاي حاجه في من المستقبل، يعني برضه الحق يقال. ولذلك كان توجه حضرتك مجلس الوزراء وبالتعاون مع الغرف التجاريه واتحاد الصناعات ان احنا اتعملت لجان على مستوى ال 24 ساعه، يعني حضرتك انت عندنا 27 محافظه، في كل محافظه في غرفه تجاريه. عادة كان معرض أهلا رمضان بيبتدي الأول في العاصمة ثم ينتقل للمحافظات. توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء إن احنا ابتدينا من يوم 14/3 في مختلف محافظات مصر في غرفها وفي كفرها ونجوحها يبقى في معارض بل حضرتك ازاي ومراكز لتوزيع السلع عشان يبقى في إتاحة للسلع بكميات كبيرة. حضرتك عارف كراجل اقتصاد، طول ما في العرض اكتر من الطلب الاسعار يا تنزل يا تثبت، لكن ما حصلش فيها زيادات، فده كان التوجه العام اشتغلنا فيه كغرف. ده اتحقق بنسبه قد ايه يا فندم من ساعه ما بدانا؟ نعم، الهدف اللي حضرتك بتتكلم عنه المعادله الاقتصاديه دي اتحققت بنسبه قد ايه؟ اكلمك كراجل اقتصاد ولا كراجل سياسه؟ لا، اقتصاد ومواطن وشارع. لا الاقتصاد بالك ازاي، ان حضرتك عارف كل ما انت بتدي اتاحه وبتعرض اسعار بكميات كبيره ده بيهدي لو في ناس بتحاول انها تستفيد من الازمه دي، وانت عارف ان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح، احنا يهمنا زياده الصالح لما يخدم المجتمع ويخدم المستهلكين في هذه البلد ونحقق السلام الاجتماعي. فحضرتك احنا اشتغلنا مع وزاره التموين والتجاره الداخليه، وزاره التجاره والصناعه، وزاره الزراعه، وزاره الدفاع، وزارة الداخلية، كل هذه المؤسسات اشتركنا بحيث نوفر السلع بأسعار تقل عن أسعار اللي موجودة في السوق ب 30% بل قبل الأزمة، وده شيء النهاردة موجود، لكن ممكن يبقى فيه سلعة أو اثنين أو ثلاثة، لكن مجموعة السلع الأساسية اللي تهم المستهلك الأسعار دي الحمد لله في ثبات. ويمكن حضرتك شفت لأول مرة، أنت عارف إن احنا طبقا للدستور بل حضرتك ازاي مصر بتنتج سياسه السوق الحر، ولكن قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه سمح في احدى مواده لرئيس مجلس الوزراء على عرض الوزير المختص انه يقطع بعض السلع نتيجه لظروف اقتصاديه معينه، وبالتالي بالنسبه للقمح اللي هو خارج النطاق التمويني انه يحدد له سعر لمده معينه 3 شهور. فاذا الدوله الحقيقه في الجزئيه دي بتتابع هذا الموضوع، واحنا كغرف تجاريه بندي التوعيه لتجارنا والحمد لله معظمهم ملتزمين وفي منافسه، والغرف التجاريه على مستوى المحافظات، بعض المحافظات مش عامله معرض واحد، عامله 4 أو 5 معارض، ده الحراك ازاي، غير المعارض الجزئيه اللي بتتعمل في الكفور والنجوع عشان السلع تصل الى الناس في الاماكن اللي هي اكثر الناس احتياجا لها. فاقدر اقول لك ان الامور تحت السيطره حتى الان الحمد لله، وكان بعد نظر من القياده السياسيه لما عملت حضرتك ايه المخازن الاستراتيجيه اللي هي امنت المخزون من القمح، وان شاء الله في 15/4 يبتدي المخزون الانتاج المصري يطلع، وسياده الرئيس عمل 65 جنيه حافز
عشان التوريد يتم الى الوزاره. فده كلها امور نتمنى انها تفضل تحت السيطره فعلا زي ما حضرتك بتتكلم. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا الاستاذ محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. تحياتنا لحضرتك مره ثانيه.